افتتحت جمعية الأرمان وشركة المراسم الدولية إعادة تطوير 131 منزلا في 3 قرى بمركز الوسطى وناصر بمحافظة بني سويف. يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بواقع 50 منزلا بقرية بني عدي بمركز ناصر، و 51 منزلا بقرية أطواب، و 30 منزلا بكفر أبجيج بمركز الوسطى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.